شاهدت الضغوط مختلفة، فمنها من هدد بأنهم لن يقدموا لهم الأموال عبر المنظمات المالية الدولية. فأنتم تعرفون أن في هذه المنظمات تهيمن الولايات المتحدة وواشنطن، كانت قد هددت عدد من الدول أنهم لن يحصلوا على المساعدات المالية، وغيرهم أيضا كانوا قد هددوهم بتداعيات، وأيضا منهم من هددوهم شخصيا وهددوا وكانوا قد ابتزوا عدد من الشخصيات عبر مواضيع أعضاء الأسرة وعبر الأسرة، وهناك أساليب مختلفة استخدموها.